والمرينجي ريال بلانكو مدريد. تشكيلة ورقة اللقاء، الفريق الأبيض في حراسة المرمى إيكر كاسياس، يلعب على اليمين اليوم ألفارو أربيلوا، على اليسار البرازيلي مارسيلو، وسط الدفاع يرجع الجريح بيبي مع سيرخيو راموس، ثم وسط الميدان ثنائي البيفو الارتكاز اليوم تشابي الونسو وسامي خضيرة على اطراف الدور رونالدو واللاعب انخيل دي ماريا. سونغ الجديد من ارسنال في دكة الاحتياط وكرة الهدف الاول 1-0 يضيع فرصة راس مارسيلو برازيلي الارجنتيني بتعامل مع المدرب غوارديولا. تنطلق الهجمة خطيرة، مارسيلو عرضية هوري او بنفيكا و2005 لما حقوا الشرط الشهير والثالث والهدف الثالث. يمشي بالكرة تيتو فيلانوفا على المنطقة الفنية، راسية والهدف الثالث لكن خطأ على سيرخيو راموس وفاعل برشلونة. هذه الكرة هنا، الصورة هنا، اللقطة، ماذا هناك؟ ماذا أكبر المشاوير السابقة في تاريخه لعل وعسى يعود في ماتش صعب جدا، والهدف الثالث في التيكي على اليسار. على اليسار ما فما ولا واحد، ورونالدو ممكن يهرب، ورونالدو هرب، رونالدو يهرب، رونالدو يباسي، اوزيل يدخل، اوزيل وركنية ويغوين. لكن انا ارى انه افضل مهاجم في اوروبا نحب فالكاو الصقر الكولومبي بتاع اتلتيكو مدريد. هذه لو كان فيها فالكاو هذه يمكن حتى قلت يا تشابي عبرتها في الخواتيم. يتقدم مدريد للترسيرو ويلعب البارسا للمباطي والثالث عبر للقارات. السرعة موجودة والكورة وين ماشية وين. رونالدو اليوم غير اعتيادي، يمشي البرتغالي مارسيلو شق الطريق يدخل دي ماريا، يدخل دي ماريا جول. مش ممكن يبالى الفنيين في الاستوديو مع خالد ياسين قاذفات للصواريخ في الشوط الاول. في الشوط الثاني صار يركز على خطة الدفاع. سامي خضيرة مش معقول. شوف فيها 5-0 يعني انيستا كتوثيق صحفي. حد كورة عجيبة وانت الغريب العجيب في هذه اللقطة المريبة يا خضيرة. اوه يا معلم بالطريقة هذه كلاسيكو لا يريد ان ينتهي من الاذهان ولا من الاحزان ولا من جونزالو. جول. لكن اليوم ضد فريقك وضد جمهورك وضد انصارك قداش تضيع يا ولدي، قداش تضيع يا جونزالو. مش ممكن. مش تقول لي طلب الكرة ممتاز دي يعطيها لهم قشرة، قال له حطها في الشبكة ضربها فيها واحدة. كرة خطيرة تمشي لتشابي، رونالدو ينهيها فيكتور كولوس تلعب عرضية لن تمر ورونالدو سيمر. رونالدو بنزيما خطيرة. مودريتش المدير